يا عم معايا حوار دلوقتي. سلام. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ازاي يعني؟ زي ما بقولك، البضاعة بتاعتك مش مع الحكومة ولا حتى شم ونفس. لو النبي اهدالي كده وروق وسنفها لي سطر سطر. عرابي بلغ عن فودة ولبسه في الحكومة وخد هو الحاجة. صعبة دي؟ ازاي؟ فودة لما اتقفش كانت البضاعة معاه في نفس العربية اللي راكبها. يا معلم عرابي برضه مش سهل، عنده الناس اللي بتساعده. خدوا الحاجة من حجر الحكومة حطوها في حجره هو. الكلام ده مش واكل معايا من غير أمارة. تعجب والأمارة أدارة. بص بصة كده، مش دي الخمسة مواه؟ مش دي البضاعة اللي أنت اديتها لفودة يا معلم؟ ولا لا مؤاخذة ده كيس مغات.